البلوبيف عملناه من سنه كده، وكان الحمد لله كان طالع كويس جدا، فقلت طبعا لازم افكركم بيه. واللي جاي معانا جديد في البرنامج كمان يشوف معانا البلوبيف. البلوبيف من الوصفات اللي كانت زمان يعتمدوا عليها كوجبه رئيسيه في البيت، لازم زي كده في علبه تونه في علبه بلوبيف علشان تبقى ايه احتياطي لو اي حد مش عايز ياكل حاجه او مش عايزه اعمل اكل، فاروح عامله بلوبيف بالبيض، اعمل رز ابيض وجنبيه شويه بلوبيف. فكانت البلوبيف دي بتخش في وصفات كتير عندنا جدا، لان هي كانت على طول موجوده في البيت، ويعتبر نوع من انواع اللحمه. طبعا مش يعتبر، هي لحمه. فاحنا عندنا هنا بنجيب بقى ايه، اقول لكم ده هحكي لكم وانا شغاله. عندي هنا كيلو لحمه، كيلو لحمه، ويا ريت تكون ملبسه. كيلو لحمه وتكون ايه ملبسه، تكون دي دلوقتي كيلو لحمه ملبسه، تمام. وبعدين عليها ربع كيلو دهن، ربع كيلو دهن معايا، ومعايا كوباية فول صويا، كوباية فول صويا عشان تبقى طعم بتاعت بره. مش عايزة تحطي فول صويا، خلاص يبقى هي اللحمة والدهن. أنقع في إيه بقى؟ بص بقى، هنقع فيه هحط عليها حوالي كوباية إلا ربع من الخل، أو نص كوباية يعني، بس كريمة فيها شوية. وبشرت عليها بنجرايه، وهقول لك ليه. وهحط عليها نص كوبايه من الملح، يبقى نص كوبايه ملح، نص كوبايه خل بس زياده شويه، وبنجرايه مبشوره. هحطهم كلهم ومعاهم ميه يا مدام احلام، مدام احلام، يا مدام احلام، طب كلم، معلش كلميني تاني، اسفين جدا. بصوا كده ميه اهي، تمام. وهروح حاطه يعني ميه، قولي حوالي لتر وشويه، واحط نص كوبايه من الخل وزياده، ونص كوبايه من الملح، وبنجرايه مبشوره، تمام. وهروح حاطه الايه، اللحمه اللي هي الكيلو الملبس مقطعه صغير كده، اوكي. وعليها دهن ربع كيلو، عارفين بقى بنقعها قد ايه؟ بنقعهم 3 4 ايام في الثلاجه، اقلب ده كله كده واسيبه منقوع 3 4 ايام في الثلاجه. هروح بصوا دي كده بقالها من يوم السبت وانا نقعاها في الثلاجه في المطبخ عندنا بالشكل ده اهو. دي بعد النقع، عارفين لو ما حطيتش بنجر هتلاقوا اللحمه دي شكلها ايه بيضه افتحت من الخل والملح. اخد دي بقى كده بميتها زي ما هي الحبه دول، بس ازودها ميه شويه، واسلقها على النار. تتسلق بقى، اغطي عليها واسيبها اما تستوي خالص خالص. وطبعا النقع، بصوا لون اللحمه ايه، عارفين انا مش عاملاها كده، لو انا مش حاطه بنجر هتلاقي اللحمه دي بقت فاتحه، بقت بيضه، ماشي، فقدت كل اللون بتاعها، تبقى بالشكل ده. سويها خالص، تمام. عندي بقى عايزه احط فول صويا، هحطها هنا. مش عايزه احط، ما تحطيش، بس فول الصويا في الحبه الصغيرين مش مضرين خالص، فانا عايزه اعملها لك موفره كمان. فاروح بعد ما سلقت احط فول الصويا اللي كنت نقعاه في الميه، تمام، بالدهن كمان بتاعه اهو، احط عليها سماق، معلقه كده حلوه كبيره، السماق ده حلو قوي فيها، مش عايزه برضو، مش مهم، ده ممكن نحط فلفل اسود بس حسب اختيارك، ونضربهم كلهم مع بعض. فلفل اسود اهو، وبعدين الجيلاتين، الجيلاتين ده ممكن ادوبه، وممكن اروح ايه رشاه كده بس كده، بس وزعيه توزيعه حلوه، معلقه كبيره، معلقه الكيلو، معلقتين كبار على الكيلو، معلقتين كبار، واروح ايه طحنه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بلوبيف بلوبيف، يا ربي، اول ما فتحت الغطا الريحه طالعه بلوبيف فعلا اهي.